سينيور راه عماد خويا خويا يا هكذا راك نورمال راك في الميكرو اورديناتور وراك في اللايف هنايا الناس نورمالمون راهم يسمعوا فيك راه كلشي مريقل طاب الصوت راه مليح نورمال الصوت هنا راه عندي بلبيا كاع شوف في الحمد اليوتيوب لله عندك في التليفون شوف عندك في اليوتيوب لا 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 القناة الجديدة نتاعنا روح حاضر عماد شراك خويا لاباس راهم يسمعوا فيك جماعة نورمالمون لا خويا الحمد لله السلام عليكم جماعة وعليكم السلام ورحمة الله يا خويا الزواف البارح استشفوا فينا بصرفو تاعك خويا مثلا وين درنا لافوت احنا نردو عليهم على بالك احنا نعيشوهم في واحد الحلم راك فاهم نعيشوهم في حلم الاحباء الاعداء راك فاهمني كيما قالوا الاشقاء الاعداء الاشقاء الاعداء نعيشوهم في هذاك الحلم شويه بصح احنا عند ربي رانا خاوه ان شاء الله عاد يقبلنا والو ان شاء الله شوف شوف هي رانا خاوة خاوة ماشي مشكل ايوه تعرفني انا وكاع الناس تعرفني بلي انا الاول اللي من نهار الاول انا ناديكم باش قاعد تتوحدوا وتخلوا الاختلافات تاعكم دو كوتي ونبداو ونتعاونوا كاع دروك انا اخي اللي كنصفوا حساباتنا انا وياك الاولى ومن موراها صح نهضروا على صح خاطش علاش صح نفهمك علاش انت كي درت لايف البارح فاهم كاين الناس اللي صح سمعوا هضرتك سمعوا هضرتك وشافوا الشيء اللي كنت تقولها وقاعد وكاين اللي ما غاديش يعاود يشوف هالفيديو دروك تما اللي صح درته صح يقدر يقعد يديها في راسه وتقعد راك شايف وماذا بينا او ميم ايوه طون انت لا عندك شي اسئله تطرحهم عليا اطرحهم عليا ثاني قدام الناس فاهم قدام الناس وريبوندي ما لك على كانش مشكلة ما كانش مشكلة احنا نقصروا ان شاء الله في رحبة راني انا ثاني مع صاحبي ان شاء الله ونقصروا كاع خاوة ان شاء الله صاحبي ثاني كونتر زواف في الدم راك فاهم ان شاء الله مرحبا به هو تاني مرحبا به صح ايوه دروك صاحبنا هذا اخي استنانا شويه دروك نسحقوه في الصوت راه المود نتاع مليح راه الصوت مليح خويا عماد الصوت راه مليح راه يلحق بالبيان للجماعة مليحه مليحه سمعتني دروك صح دروك المشكل دروك واش باغي نسألك سؤال شوف نسألك البارح سؤال اسمح لي البارح انت درت فيديو عليا وداير ايه راح نسألك هدرتي سؤال بنفس لا فيديو هيا روح روح تفضل صح كيفاه 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 حتى درت المسيرة مسيرة الفكرة باش تاع واش الناس ترضى شوية يا المسيرة لدعم الانتخابات ما كانش يا اخي شوف لو كان ما جيتش مقلق انت تروح لللايف تاعي اللي قبل بيومين كنت نقول بلي ما كانش مسيره وما يليقش مسيره ايوه راك شايف خاطش انت البارح كي درت عليا فيديو وقلت لهم بلي هذا مبردع عماد مبردع وعماد مش عكاشيريست بون هذا السؤال اللي عقلت عليهم خاطش انا ما حضرتش على اللايف تاعك كومبلي حضرت على دقائق طوالة دروك انت كنت تبع فيا نورمالمون كي راك تخدم وراك تنشط ضد الزواف ما يليقش نحشالك كي تقرا انسان قرا كي الكتاب قراه من الصفحه الاولى وروح جاي ما تقراش الصفحه التاليه ولا اللي قبل التاليه اسمع نسقسيك يعني كاع اسمعني اسمعني لو كان جيت متبعني كاع تفهم باللي المواقف تاعي انا الاول اللي كنت نقول لكم حبسوا المسيرات انا الاول اللي كنت نقول لكم اودي ما المسيره تاع باش تساند الجيش ماهيش مليحه كيفاش انت ما تساءلتش وما قلتش كيفاش هذا السيد تبدل من نهار الغدوه وطاكيتني ديريكتومون على الخطه اللي كنت دايرها انا ايوه ما هذا السؤال بصح حوله بصح لك ليه السؤال المطروح سؤال سألت انا اسمع زين هذا السؤال انا سألته وفينا متوعنا وراهم يديروا هذه الانشقاقات يتعلموا من هذه وما يزيدوش لازم الناس تتعلم ايه تسمى دروك انت بلاص ما جيت عندي تسقسيني ديريكتومون ودوك شوف دوك نوري لك حاجه من الفوائد تاع هذاك الشيء اللي درته انا خاطرش انا كي نخطط على البعيد انت صح لومتني عليها انت لومتني عليها وانا ما كنتش نعرفك من قبل ولا من هدرت معاك البارح عقلت على الصوت تاعك وغادي نسالك قدام الناس دروك وقول لي واش راني غلط ولا لا صح مرحبا طلعت في رايك البارح واقيلا مع نور الدين ختال ولا لا طلعت عنده ايه طلعت عنده نيشان سما الصوت تاعك عقلت عليك غاية دير صح واش كي قلت طلعت عنده وش هضرت انا هدرت علينا احنا قلت لك كاين الناس بدون ذكر الاسماء ومنا وراهم ينادوا المسيرات ومنا وشغل تهجمت علينا في ديك اللقطه هو كنت السؤال اللي سألته انا النوردي ختال وش هو السؤال الفيديو واش مازال راك كاينه معايا
لا راني جايك، وانت قلت له واش راك مع المسيرات ولا ضد، ولا هادو داروا مليح ولا لا؟ عندي ديريكتومون نيشان، صح كنت ايوه. تستنى فيه يساندك، كنت تستنى فيه يساندك. لا ما كنتش، لا استنى، فسالتني انا الرد، الرد ما كانش مشكل. هضرت مع ايوه نور الدين بالضبط. الختيار، واش قلت له؟ قلت له معاك سليم ادمي قارة الجزائر دي زاد، يعني درت يعني المعرفة نتاعي باش اللي يعرف سليم يعرف يعني ادمي قارة الجزائر دي زاد. قلت له واش رايك في المسيرة اللي راهم ينادوا ليها الجماعة بدون ذكر الاسماء؟ راك فاهم؟ هو واش قال لي؟ قال لي المسيرة، قلت له المسيرة اللي راني نشوف فيها تاع الزواف هذه اللي راهم يدوروا فيها هنا، يعني نحكي المسيرة اللي راه يدرك حاليا، مش المسيرة اللي تنادوا ليها انتوما، راك فاهم؟ ايوه قلت له المسيرة هذه اللي راهم ظهروا فيها 40 عبد وقاع يهاجموا في الجيش، واش رايك؟ قال لي الجيش ما تقدرش تثيق فيه، راك فاهم؟ هذا نور الدين الختيار، الفيديو مازال كاين. هيا صح، زيد نلحق لك للسؤال التالي اللي ما حابش يجاوبني فيه نور الدين الختيار، ونزيد نعاود نطلع عنده ونقول له علاه ما جاوبتنيش، وعلاه كنت في التالية اللي كيديتني. هذه قلت له الزواف هما اللي قابضين الادارات، هما اللي قابضين الاماكن الحساسه، قلتها ولا ما قلتهاش يا سي عماد؟ هاد الشيء على بالنا به، بصح انت الجواب تاعك، الجواب اللي جاك من نور الدين ختال، واش مش قال لك لازم تكتيف المسيرات والحراك يدوم ويبقى وكاع؟ هو قال تكثيف الحراك، قلت له انا تكثيف الحراك بذوق الزوافي ما حبش يرد عليا، ما حبش يرد عليا، قال لي لازم الحراك يبقى هاك، والحراك التاني راك تشوف فيه درك، اسكو حراك يفيد الوطن ولا ما يفيدش؟ الحراك ايوه تاع صح الجمعه تاع البارح. اودي، هذه انا على بالنا بها ورانا نهضروا فيها احنا على العام، ما هو مشكل ما راش خلاص فيها هذه. راك انت اسمع، راك انت في هذه اللحظه راك انت نور الدين ختال، اوكي؟ انت هو نور الدين ايوه ختال، راني نعاود نسالك نفس السؤال. يا واه سي نور الدين، اسكو هذا الحراك اللي راهم شادينه الزواف بنهار الجمعه اسكو يخدم الوطن ولا ما يخدمش؟ واش ما جاوبني؟ يخدمش الوطن، ما يخدمش الوطن. بصح هو علاه ما جاوبنيش؟ هذا دروك انت هذا وين بديت تفهم الخطه اللي درتها انا، اش غادي نستفادوا منها؟ ها الناس كاع اللي يبينوا وجوههم دروك. طيب بديت اسيدي تفهم؟ ذاك الميمون اعطينا فائده من الفوائد تاع الخطه ان شاء الله. هذه وحده منهم، ها ودي قاع بينا قاع الناس، وبينا لهادو الناس اللي راهم يدعوا باللي المسيرات ملاح، باللي لا بليبار تاع الشعب ما رايش معاهم. ها قلت لك فوائد كثيره، ما تروحش تقلق وتتبردع فاصيلمون اخي. انا اسمع، والكونت اللي بعثته لك اليوم، السيد اللي بعث لي لا فيديو، تعرف هذاك الشخص؟ والله ما شفتو، والله ما قدني الوقت باش نشوفو نيشان، انا وما بعثته لك، مليتوش. بعث لك كونت يا سيد، وبعث لك واش بعث لي في الميساج ليسونسيال. ريسال درك غادي تشوفها درك راه. راهي درك راهي امه راهي معانا في اللايف، وراهم يسالوا فيك اسئله من حقك تجاوب عليهم، والناس هذو اللهم راهم يستناو في اللايف تاع اللهم الاشقاء شوف ماشي الاعداء ان شاء الله، راك فاهمني؟ ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله. كاين ناس يقولوا لك ما هي الحلول الأقرب للخروج من الأزمة؟ الحلول الأقرب انتخابات، وباش نديروا انتخابات لازم لنا ممثلين. أيوه اي باش نروحوا لجنة الحوار، الحوار راه كاين والناس قاعدة تبارك فيه. دروك ما نكذبوش على رواحنا، الحراك وراه المشكل احنا لينا دروك، المشكل ما عندناش الناس يمثلونا أيوه باش يقابلوا اللجنة الزيتية تاع كريم يونس. هذا الشيء راني نقول فيه من النهار الأول، أنا النهار الأول اللي حطوا اللجنة والشعب ما كانش فاهمها. اش قلت لكم؟ قلت لكم أنا الحوار راني معاه قبل ما يهدر قائد الأركان. هذه ايوه باش نولي لك باللي انا ماشي مبردع وعمري ما تبردعت. كي خرجت صح اللجنه صح نهار نهارها الاول، روحوا ولي اللايف تاعي مازالو كاين، انا ما نسوبريميش لي لايف. قلت لكم يا ودي هاللجنه هذه قاعد نضحك عليها باللي راهي لجنه تاعهم هما ماشي تاع الشعب، وباللي قلت لكم ما راناش ضد الحوار، شو هو لازم لنا ممثلين تاوعنا ماشي هما تاعهم. صح صح بصح كاينه من حاجه. احنا انا راني بان ديكلاري لك من اليوم، انا راني كونتر اللجنه الزيتيه، بصح كاينه حاجه انا ما نذكر لك، لا بوصاشي لا بروالي، يا فاهم خويا؟ برك اللجنه تاع الحوار هذه نتوعنا احنا نوفمبرين الباديسيين، كيفاه يوصلوا للجنه الحوار؟ بروبليم راه فينا اخوتي، بروبليم انا من هالو نقول لكم بروبليم ما راهش فيهم، بروبليم راه فينا احنا، بروبليم راه فينا احنا من المثل القريب لينا كاع. الشيء اللي درته انت البارح من تهجمت عليا بلا ما تسقسيني، هذا من المشاكل الكبار، ما يلقش نصغروه. راك شايف دوك احنا بيناتنا كاع، ونقولوا انا شت فيا صوالح ما عجبوكش، بصح على بالك باللي انا راني ضد الزواف، هذه ما تقدرش تشكك فيها. اسكو تقدر تشكك ايوه في انا حاجه كيما قلتها، هكا؟
حتى لا واحد ما قلتها يقبلش عادي، كتلة قلتها. عامة. صحيت دروك، مين على بالك باللي انا راني ضد الزواف وراني نمثلك بطريقة او اخرى، فيك راه عندي الغاشي تبعني، علاه تضيع وقتك وتتهجم عليا انا وتخليهم هما يلعبوا؟ هذاك الوقت لك انا تضيعه عمري باش ما ضيعت وقت، شوف شوف انا عمري ما ضيعت وقت وما نضيعش وقت معاهم. انا اليوم 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 بالذات خدمت وقيلة 5 فيديوهات، نورمال 5 فيديوهات ياودي. شوف خدمتهم، شوف انا فهمت، الشيء راني ما فاهم صح عليك. ضيعناش الوقت. انا بالعكس، اسمع اسمع اسمع، يقول لك المثل، يقول لك ما الله كان نسيته، دوك نفكر نقول لك، روح كمل بقى. شوف شوف يقتسم حاجه، راني راك مسامح، ماشي مشكل ماشي مشكل، بصح حنا ماذا بينا هذا الشيء اللي صرا البارح ندوه كعبره ومثل لما تبقى من خاوتنا اللي يتسماو نوفمبريين وطنيين وما ندخلوش في الديتاي، قيطط ولا سبوعه ولا نموره، كاع راه فينا هذا المشكل. الهجومات اللي رانا نتصداوهم هاد الايامات ما راهمش يجونا من عند الزواف، الزواف كرهوا منا، الزواف انا واحد من الناس ما راهمش يتهجموا عليا، كرهوا مني صاي هذه 5 شهور هما يتهجموا عليا بنفس الاشياء اللي جايين ما عندهم حتى اهميه، كاع تصاور تقدم انا ناشرهم ما عندهم، ما لقاو عليا والو، يقتفهمها هذه 5 شهور وهما ينشروا عليا نفس الاشياء، تنشر عليا صوره انا ناشرها بيدي وتسميها حاجه، كاين واحد الصور تالمو ما عندهمش اهميه، مصوريني انا مع اورديناتور اي حاطينها، هذه اللي واش دل انا مع ميكرو اورديناتور ما عندها تفهمها كاع، بصح هاد الايامات هذه شهر ونص ولا كاع الهجومات اللي رانا نتصداوهم هم يجونا من عند الناس اللي تدعى الوطنيه والنوفمبريه والباديسيه والقيطاطيه والسبوعيه والنمر النمر المقنع، هما اللي راهم يجونا الهجومات. صافي دير، انا عندي مخ صاحبي، انا عندي مخ وجاي براغماتيك، نفهم زوج صوالح، يا هذا التيار اخترقوه ودخلوه في وسطنا، يا تاوعنا اكبر بردعه عرفها التاريخ، ما كانش صح كلمه واحده صح اخرى ما انا تروحش تقول صح لك. انا سألك نسألك سؤال مطروح، هو مقلق شي ناس بزاف، تفضل. وشكون هو هذا الذباب الالكتروني اللي راه يهاجم كامل الصفحات ويدير في الفتنه، ومن اي منطقه ولا من اي دوله يكثف الهجمات تاعه؟ شوف كاين الزواف هنا في الجزائر، كاين الزواف عندك جماعة كريم أملال، كريم أملال اللي حتى جزائري ما كان هادر عليه ولا بفاتحة ولا أنا الأول اللي فضحته، كيما فضحت أنا الأول كسموها زبيدة أسود، كيما أنا فضحت لكم هذا الشيء ما تنساش، فاهم؟ غدر وقت شدروك أنا ولاو يقولوا لك أنت زوافي، كون أنا زوافي ندير كوبي كولي منشورات كيما شي واحد الناس راهم ينشطوا غير هكا كوبي كولي، فانا لا انا جبت لكم صوالح جدد، معناتها هذه ما تقدرش تشك في وطنيتي انا ولا في انا بلي زوافي، هذه زيدها معلومه على ديتاي تاع البارح. نعم كريم املال، كريم املال اللي هو زوافي قبايلي ونص قبايلي نص فرنسي، يخدم مع الدوله الفرنسيه، عندهم بلاتفورم تاع سينيالمون يسموها فارور، هذه بلاتفورم تاع سينيالمون خارجه عن فيسبوك وتنشط في فيسبوك، معناتها هي اللي عندهم قوه، عندهم قوه في فيسبوك، على بها انا من النهار الاولى نقول لكم رانا ندبروا عفسه باش نخرجوا من فيسبوك، وراني لقيت العفسه باش نخرجوا من فيسبوك غير مازال ما اعلنش عليها. حنا رانا نخدموا اخي، ما راناش نخدموا في فيسبوك، رانا نخدموا في الميدان، رانا نخدموا برا، رانا نخدموا في التيران، كاين شي صوالح اللي انا نخدموا فيها اسمع هذول. اسمع عماد عماد، الله يوفقك. شوف خويا تخدم في الميدان، ربي يوفقك. انا خاطيني الميدان خويا، راك فاهمني، انا خاطيني الاحزاب وخاطيني التحزب وخاطيني السياسه لا وخاطيني لا، المشاكل. الميدان انا طلب نعرف، فاضي غير اسمع الاحزاب، هسمع غير زين، الاحزاب. هسمع زين، هسمع زين، انا نعرف الزواف، نعرف ربي سبحانه كل واحد واش عاطي له درجه علم في دماغه، كل درجه معرفه، ما نقولوش العلم، العلم المواليه، درجه معرفه. انا يا عندي درجه معرفه نوضحها للناس، انت عندك درجه معرفه وضحها للناس. انا يا وضحت لهم خطوره هذول الجماعه اللي يدعوا بحقوق الانسان، مثلا كما الاشخاص اللي ذكرتهم انت، بوصاشي وزبيده عسول وزيد، هذا سفيان جيلالي، زيد هذا تاع حركه مجتمع السلم، نسيت شو سموه مقري مقري، راك فاهم، سما كاع جبت عليهم كيف كانوا يخلصوا في الشفر تاع الدراهم، وكيف كانوا هاك، وكيف كان التواريخ، عطيت لهم كل شيء بالادله. احنا هذا الشيء كاع ما يهمناش، انا اللي يهمني هو نوضح لهم خطوره الطابور السادس وخطوره الطابور الخامس وحروب الجيل الرابع وحروب الجيل الجديده، باه يفهموا واش هي الحروب اللي راهي دايره بهم على مستوى القطر الوطني، يعني داخليا وخارجيا، راك فاهم، باش الانسان هذا كي يبعث له كريم يونس رساله مشفره يفهمها، يفهم واش راه يقصد هذا كريم يونس، كي يبعث له هذاك رساله مشفره يفهمها،
يعرفوا الصراعات اللي راهي صاريه، باش ما يجيش واحد يبرد ويثمثم يدخلوا في حيط والاخر يدخلوا في حيط. فاهم خويا؟ فاهمني؟ دوكا حنا الهدف نتاعنا هو توعيه الشعب هذا، الاستفاقه من التبرديع. راك فاهم؟ شوف شوف، هذو الزواف يقضوا في صوالحهم، هذو الزواف يقضوا في صوالحهم، شادين كاع الادارات، شادين كاع المشاكل والمشاريع كاع. كيما اليوم لحقني من عند واحد السيد قال لي راهم وقفوا لنا كاع الشنطيات، هذو المقاولين تاع الزواف. راك فاهم؟ راهم دروك خويا انا راح نوضح لك واحد الرساله ونسالك عليها قبل ما نوضحها لك. واش هو العصيان المدني اللي راهم يخططوا له هذه الساعه اللي راه جاي في الاشهر القادمه ولا الشهر القادم؟ شوف، العصيان باش الناس المدني قلنا تفهم. سؤال، العصيان المدني عمره لا يكون، ما كانش في وقت المسيرات المليونيه ينجح، ما نجحش ذاك الوقت، ينجح دروك ب 700 واحد، مستحيل العصيان المدني ما يخدمش. ما تضيعوش وقتكم مع الشكيل، هذا كاع راهم يديروا لكم هكا صالح شكيل باش تلهوا فيهم، هذا ما كان، ما كانش عصيان مدني. صح يعني نقولوا صح اما مثال انا الشعب المدني معليش نجاوبك شويه بان نفهموا بعضنا، نجاوبوا شويه. دوك العصيان المدني اللي راني قلت لك عليه، العصيان المدني تاع المليونيه تاع الزيت والسكر، ماناش نحكوا على الزيت والسكر حنايا، راك فاهم واش رانا نحكوا؟ حنا رانا نحكوا على عصيان مدني راه يخطط من عصابات تابعه للعصابه، راك فاهمني؟ داخله ولا خارجه؟ راك فاهمني ولا ما تفهمني؟ اللي راهي واش في ديروا الحراج ولا الاسامي اللي راهي المدني؟ برا. هذو الناس باش هذه الرساله نبقاو نوصلوا فيها للناس، هذو الناس راهم يخدموا مع رجال اعمال، راك فاهمني؟ راهم يخدموا مع رجال اعمال وحابين يضغطوا على رجال الاعمال يشروا فيهم بالدراهم. مع الموسم الدراسي الجديد اللي راه داخل ان شاء الله، مع الدخول المدرسي، مع النقابات، راك فاهمني؟ النقابات كيما تقول لك النقابات راهي فيها نقابات بزاف، راك فاهمني خويا؟ راهم اسمح يخطوا لي العصيان المدني، راهم يضربوا، اسمع، راهم يحوسوا ها. يضربوا مفاصل الدولة، راهم يحوسوا صح يضربوا مفاصل صح الدولة باش شوف يدخلوا. شوف اسمح لي برك نوضح لك الفكرة وكمل خويا عماد، ما كاينش مشكلة، راه الوقت قاعدنا. هذو روح باه توصل الرسالة، ما دام راه كاين مشاهدات في الفيسبوك ومشاهدات في اليوتيوب، الناس قاعدة باه تفهم باللي هذو روح الناس لازم كل واحد يحذر باله، وهذا الهاشتاج ما يتنساش. أجمع راهم يديروا لكم 1000 خطة، 1000 خطه على جال العصيان المدني باش ينسوكم، باش يضربوكم بالعصيان. ونهار اللي تخرج فاس فاس مع العصيان المدني ما تقولوش سليم ما قالناش، راني عندي شهر وانا نوضح كل يوم، نوضح في الفكره ويوم ما من الايام. صح. باغي نسألك سؤال دروك، على حسابك انت راك تنشط في الفيسبوك وكاع، اسكو الشعب بالاغلبيه تاعه، ماشي كامل سي نورمال، الاغلبيه تاعه فاقت باللي هاد الزواف هما العدو؟ كيف عاود السؤال؟ قلت لك اسكو انت في حسابك انت، على حساب ما راك تشوف، راك تنشط، عندك لي كومونتير، عندك صفحات، راك تشوف الغاشي لي كومونتير تاعهم، اسكو راك في بالك انت باللي صابه الشعب فاق باللي الزواف هادو هما العدو تاع البلاد، فاقوا ولا مازال الناس الاغلبيه؟ فاقوا للزواف اللي هما العدو صح بالأغلبية. دروك، صح تبعني مليح، دروك انت رانا متفقين باللي الشعب فاق، فاقت لهم سينيال ها؟ صح صحيح، دروك هذه رانا متفقين عليها، دروك رانا في حرب اخي، تبعني مليح، رانا في حرب، اللي تحبسوا تخمام تاع تفركيت، راكم مفركتين مفركتين، تسمى مازال انت راك تحاول تهضر على العصيان المدني، هما دايرين لك فخ، راهم دايرين لك منا دايرين لك هذه، والناس مازال تهضر على 1800 و1700، انا الاول اللي بديت نهضر عليهم، بصح الشعب ذاك القيس ما كانش فايق على الزواف، الشعب كان عادة في حاجة ما فاق لهمش، دروك يدروك يلقى ديروا أولويات، رانا في حرب أخي، في الحرب ما نضربوش عشوائيا، كاين تاكتيك، كاين استراتيجي، وكاين أولويات، دروك البارتية اللي تتلعب ما بيننا بين هذا العدو، راهي تتلعب على مستوى لجنة الحوار والرئاسة، ما راهيش في عصيان مدني ولا في شكل واحد أخرى، إلا ما على بالكش نزيدك المعلومة، اللجنة الزيتية هذه اليوم راحوا داروا كل ندوة واحدة أخرى، وين حضر فيها بوصاشي وطابو وتاع الار سي دي والام دي اس، كاع حضروا كاع الزواف، ما تبقى من الزواف كاع حضروا في ندوه، وما قالوش باللي راهي الندوه تابعه للندوه الزيتيه، حطوا غير واحد ممثل منهم، هذاك مرابط راه من اللجنه الزيتيه، رسلوه باش الشعب ما يفيقش باللي عندها علاقه مع اللجنه تاع كريم يونس، هذه المعلومه نزيدها لخويا على بالي ما على بالكش،
هاد اللي اتفقوا عليها، هاد الندوه اللي داروها، انت في ميزك وعلاش؟ ياك هاد الناس كاع اللي جبتهم لك بوساشي وطابو من جماعه كتقول باللي لا الانتخابات والمرحله الانتقاليه، دروك تلاقاو باش يقولوا باللي رانا داكور مع الانتخابات. معناتها هاد الناس بوساشي وطابو جماعه، كما انا العبد الضعيف هدرتها الاول نهار اللي هدرت على اللجنه الزيتيه، قلت لكم باللي يا جماعه هاد اللجنه الزيتيه رايت نيغوسي، ورايت نيغوسي مع من، واللي اللايف تاعي راه حاضر، قلت لكم رايت نيغوسي مع القبائل ماش نيغوسي مع الشعب. واليوم كما قلتها هذه سيمانه راهم اتفقوا بوساشي وطابو جماعه كاع اللي كانت باقيه معارضه برا اتفقوا معاهم سيرمو افير تاع قسموا لي بوست وقسموا، قال انت تدي وزير وانت تدي شكاره فلانيه وانت تدي فلانيه، وراهم كاع رايحين للانتخابات بتزكيه اللجنه الزيتيه. تما انتم هذه ما تكونش، هذه بعيده بعيده بعيده. اسمع اسمع، انا شفناهم اليوم، اسمع راهي اليوم، اسمع لي انا نوضح لك، انا خلي خليتك تحكي دوك نوضح لك الفكره. هذه الشيء اللي رانا نشوفوا فيه كاع ما يجي على مش عندي صوالح ولا نشرتهم ولا نشرتهم، عندي بزاف صوالح ما نقدروش نديروهم كاع في نهار، ننشروهم هكا عابتا باسكو الشعب ما غاديش يتفاهمهم يلق بشويه بشويه. وثانيا ما راهش وقتهم، الوقت دروك راهي البارتيات تلعب في الرئاسه، راهم غادي يديروا لنا الضربه اللي داروها لنا في 92 ويدوا لك الحكم، وانت من بعد قعد عايش في فيسبوك يقولوا دخلوا كل الحبس. اسمع 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 ليا انايا، حاب نهضر لك كلمه. بوشاشي كون يدخل، اسمع زين اسمع زين، بوشاشي هذا كون يدخل الحوار على بالك باللي 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 تخلطت الحكايه، راك فاهم؟ راك فاهمني؟ وقيلا ما فهمتنيش ولا ما دخلش فهمتك الحوار. فهمتك فهمتك ما وراء السوار. لو رايحين الانتخابات من بوشاشي اليوم قالها، قال لهم روحوا الانتخابات يا شيخ، ها قلب قلب الموقف تاعو هو بوطابو وكاع جماعة اللي كانوا برا. ما فهمتنيش وقيلا شنو كنت نقول؟ احكي لي ما يسحقش احكي لي كاع صح، احكي لي احكي لي درك كمل روح الحوار، كمل الحوار، ما تسحقوش حوار دروك. انا النهار الاول كي خرجت اللجنه وفضحتها لكم، انا لو سول اللي فضحتها لكم. انت تعرف كاش واحد جزائري كان يهضر على بن فليس قبل ما نهضر عليه؟ تعرف كاش جزائري كان يهضر على زبيده عسول قبل ما نهضر عليها؟ كتخرج كانوا يخرجوا معاهم في المسيرات مليونيه ويصفقوا عليهم وكاع. زبيده عسول نهار هضرت عليها الغدوه قالوا لها ديغاج. بن فليس كيف كيف. يا اخي كل واحد وفاش فاش صالح في هالدنيا، كل واحد فاش ربي عطاه. انا غدوه تهضر لي في حاجه ما نعرفهاش نقول لك ما نعرفش. خلوا هذا العابث هذا اللي رانا فيه تاع كاع 40 مليون اربيت، 40 مليون جوار، 40 مليون كاع نطيروا، هي اللي خلتنا التوالى. الشيء اللي كنت نقوله، باغي نسقسيك نزيد نطرح لك سؤال، خرجت في المسيرات انت ولا ما خرجتش في الحراك؟ انا يا بالله في الصحيح في الصحيح الحراك في 22 افريل خرجت ولا ما خرجتش؟ ما خرجتش. عمرك ولا خرجت في الحراك؟ ما خرجتش. صح. انا كي صاحبي انت خرجت؟ خرجت. عمري ولا خرجت انا 22 كنت داير لايف ونقول لهم هاش غادي يصرا وها شكون دايرها لكم وها كيف غادي تكمل وها كملت. اسمع اسمع اسمع، عندي صاحبي ما يعرفكش على كل حال، بس حاب يهضر معك. هو معك حاب يهضر معك. ايوه هو معك. زيد ليك تفضل اخويا، نسقسيك برك، اسكو عندك الشك في الشفافيه تاع الانتخابات؟ فاش اسكو الشفافيه تاع الانتخابات اسكو تمشي يعني فالابل ولا فيها اللوش؟ الى راح الى راحت بهاد لجنه الحوار هذه راهي من شك بين بين بلي يكون كاين فيها شك كبير كاع. وانت على بالك لان الشك ما عندكش ان هاد اللجنه تدب التليفون الانتخابات. كيفاش عندك شك بلي في الجيش تاعنا بلي يرفع يده يعني يخلي هذو الزواف يلعبوا؟ يا خويا الجيش الجيش ما راكمش فاهمينه، الجيش ما يدخلش روحه في السياسه، قالها لكم فمه عده مرات. اسمع لي اسمع لي مش اسمع لي اسمع لي مش يصنع راي عام زعما على اساس شخص، ما يخليهاش تتزور يعني. اللي عطاه الشعب مبروك عليه، الجيش يقدر يحمي الانتخابات. ما رايحش يحميها واقل عليها. ما يقدرش ما تورطوش الجيش في حاجه ما يقدرش عليها، الجيش عنده مهام. اسمع والله غير نسالك سؤال يا عماد، الجيش واش قال لك؟ قال لك انايا نساير الشعب ونحمي له الصندوق. لا تعرف شوف شوف دوك نعطيك الفكره هذه تاعك. جاوبني جاوبني. انا راني رايح نجاوبك اخي، راني رايح نجاوبك. راكم دايرين لنا نفس الفكر اللي كاين في الشعب على العام، فاهم؟ تاع المكتوب
تاع انت راقد في الدار وخلي المكتوب يا راهي ودي كاتبه ماشي المكتوب، يا انا اخي جاوبني على قيد سؤالي. اسمح لي اسمح لي، انا راني مديك السوجي واحد اخر، الدكتور ما جاوبني على يمنع، قيد سؤالي. الجيش، الجيش الدكتور يمنع. ماشي يمنع، تعرف الجيش تاعنا والمخابرات تاعنا كيف تلعب. غير ما تقول لي الجيش ماكش في، ماكش في بريطانيا ولا في السويد باش نتفاهموا، رانا دزيريين ونعرفوا بعضنا ونعرفوا بلادنا كيفاش تمشي. وما كاش ايوه حاجه اللي راه محبسه، اسمح لي، وما كاش حاجه اللي راه محبسه الزواف واللي خرجت الزواف من رحمه ربي كي على جال الجيش، ما خرجوش من رحمه ايوه ربي على جال الفيسبوك ولا يوتيوب. هاد ديرها في بالك، باسكو القياده ايوه اللي راه درك ماهيش تاع التسعينات باش نتفاهموا. تفضل في التسعينات، روح. اسمع لي، في التسعينات هما ذا اللي كانوا يصفقوا ويصحوا، باسكو هما اللي داروا مظاهرات، هما اللي فتحوا صح الاحزاب، هما اللي داروا المشكل تاع 88. ومن بعد فاجئهم الشعب، عاقبهم عطاها للفيس. هذه اللي راني مديك ليها انا، باسكو الشعب تاعنا حنايا راك تقول راه راقد. كون يمشي الصندوق ويحميه الجيش، يحميه مش بالسلاح، يحميه واحد ما يدخل، خلو الشعب اللي عطاه له مبروك عليه. كي نقول لك يعاقب هذا الزواف، ما تزيد تشم، ما تزيد تشم ريحتهم. انا هذه اللي راني مديك ليها. الزواف، يا أخي الزواف، يا أخي اسمعني يا خليني أخي نكمل وجاوبني. الزواف روح. دوكا يلعبوا اعلاميا، راحوا داروا لجنه وحدهم يضغطوا على اللجنه تاع بن يونس. نعرفوا البوليتيك ونعرفوا اللي راهم يديروا في هذه، عاونهم الاعلام تاع فرنسا وتاع قطر، عاونوهم صفحات توهم. انا معاك، هذه نقطه قلتها عندك حق، باسكو داروا الاجتماع باه يضغطوا على هذه ويجيبوا الاصدقاء ليهم والكاميرات ليهم. هذه انا معاك، بصح بعد تقول لي يلعبوا يدوا الحكم هنايا، راه ما نقولكش راك غلط، بصح الاجتهاد تاعك شويه راه خطا الطريق. هذا ما كان، هذه اللي حبيت نقولها لك. يا اخي يا اخي الشعب، الشعب هذا الجيش، اشترك الجيش تاعك. واش قال؟ اسمح لي، الجيش اسمح واش لي، قال؟ هاني ريبوندي لك دروك، هاني روح. جاوب فيك. اه الجيش واش قول قال قول. لك؟ من نهار الاول الى يومنا هذا، ويأكد عليها كل خطره لقايد صالح، قائد الاركان، قالوا اشك فوا يقول انتخبوا هذا. رئيس شرعي ما عد... يعطيكم واش تحبوا. يا وقال لك ما عندناش طموحات سياسيه، والجيش ما يدخلش روحه في السياسه، قالها لك 700 الف مليون تقولون، مره. اسمح لي، اسمح لي، اسمح لي، اسمح لي، اسمح لي يا تقولون اخي، ما ما لا تفعلون. انا ما عرفوها ما هذه. اعطيكش اخي. يا اخي خلينا من واش كاين وراء الستار، وان شاء الله هذاك وجهد هو من الصح، احنا ما العراقيين. لناش نعذروا بك، هذاك هو الصح، المرا الستار هذاك هو الصح. يا باسكو اخي احنا يا الجزائريين اخي نعرفوا دروك، بعضنا. يا اخي خليني نهدر، انا ما قطعتكش، خليتك تهدر، خليني نهدر تاني. لا لا، الى انا نجاوب فيك، تسالني انا مش نقطع فيك، انا نجاوب خلي فيك. خليه لا ما يكمل سالتك، ومن بعد ندخلوا معاه في الحديث. سالتك انا باش زعما ما سالتكش تفضل تجاوبني، تفضل راني عماد، جاوبت. تفضل برك، تفضل. اسمعني اخي، اسمعني، انت تفضل. هذه لعبة سياسية، انت سياسي ولا وش تكون؟ سياسي يعني. انت سياسي؟ سياسي مبتدئ ثاني. سياسي مبتدئ، ما انت ماشي سياسي. باش تقول انا سياسي، امي اللي قالك تكون دخلت الاحزاب وتمرمت مع الاحزاب وتعرف هاد الصوالح. يا اخي جيش ولا ماشي جيش، ما عندكش، انت انسان راك ضعيف، ما عندكش تمثيل، ما راكش ضاغط في هاد البلاد، ما راكش اكزيستي. صاي هذه جيش ما حرب، يرضاش يحمي حرب الصندوق. يا اخي. ها خليني نكمل، ما تقطعنيش، خليني نكمل انا وانا خليه قاعد معاك خليه في يكمل، طيب. خليه ومن يكمل بعد فكرة، ناس تشاهد اخويا. خليه انت ما تفضل تفضل. عندكش قوة، وما عندك لا وزن لا تمثيل لا والو، انت ما راكش اكزيستي كاع في اللعبة كاع. وهذه لعبة سي ان جو دو فورس، فاهم؟ سي ان براد فورس. كاين ناس اللي عندها ضغط، عندها بريسيون، بهذيك لا بريسيون تخدم. كي كانوا يديروا مع بوتفليقه وانتم كنتوا تقولوا فيها قبيله، من قبيل قبل ما نطلع انا، كانوا يخرج يدير لك مسيره ولا يحطم ويهرس باش يدي حاجه اللي ما عندهاش حق فيها اصلا، يديها بالدراع. الجيش ما كانش كاين ذاك القيس ولا كيفاش؟ وقت اللي هما كانوا يدوا ما كانش عندنا جيش. يا اخي ما هضروا لنا هضره معقوله. الجيش غدوه انت ما عندكش ممثلك في المؤسسه، في لا سوسيتي سيفيل، ما يسمعش به كاع، ما عندوش كيف خلي يدافع عليك. سالتني، جيش ما عندوش خليني يدخل، نجاوبك. ما يدخلش روحه في انت قلت السياسه، ما عندناش ما جيش، غاديش خليني يخرج لك نجاوبك. كولونيل، ما غاديش يخرج لك جنرال ولا كولونيل يقول لك هذا نرشحه وهذا ما هنا. راكم اسمع تهضروا لي، حاجه ماشي خليني واقعيه نجاوبك، يا اخي. خليني نجاوبك، خليني نجاوبك. تاع ما عندنا جيش، وبوتفليقه اعطاها مطالب ما كانوش يحلموا بها. هذه انا معاك، بوتفليقه اعطاها لهم باسكو لا كان حابين ماشي خمسه، ياك هكذا كانوا هم اللي واقفين. يا الجيش لا بوتفليقه ما من وقفش معاه. اسمح لي، شوف، اسمح لي، بوتفليقه الجيش، ما تهدرش عليها في الخامسه كاع، ما كانش اكزيستي، مسكين كان مريض كاع، ما على بالوش اسمح بالدنيا لي، وراه اسمح حاطه لي، كاع. الجيش، الجيش، الجيش لا موقفش معاه في الحراك، لا موقفش معاه، كان قادر يوقف معاه. باسكو الجيش حاب يصحح الاخطاء هذه اللي دارها بوتفليقة، ولا لي غلط؟ ايوه
ايوه كان قادر يقف معاه يقول لك المادة الدستورية نطبق، واش يقول الرئيس هذا التمرد يقضي عليه كما يدخلونا كما سوريا، قادر يديرها الجيش نورمال، اوكي، واجهة القيادة كما قاد نزارو يقدر ولا ما يقدرش؟ ما راكش فاهمني، ما راناش نشكوا في الجيش، رانا نقولوا باللي الجيش يدير حاجه اللي يقدر يقدر عليها، ما يقدرش؟ هاد السؤال راكم تقارعوهم منه، ما يقدرش عليهم، ما ودي يقدرش مانيش عليهم. نقارع انا، انا شوف شوف ما نقولكش عندي امل ولا عندي كذا، عندي هكذا بلي الجيش هذه الخطره يحمي الانتخابات واللي عطالو الشعب مبروك عليه، انا متاكد باسكو اي كوميدي صح جابوا البلاد راح مهاويه. اسيدي شوف شوف اسيدي، انت راك تقول باللي السياسي مبتدئ، غادي نقولوا للجيش غادي يحمي الانتخابات، ورانا صح سيبو، هذه المشكلة هنينا منه من حمايه اسمع ورا، اسمع الدوله اسمع للانتخابات. عماد، عماد شوف عماد نوقفك هنا، عندي حاجه نوقفك هنا، نوضحها لا صاحبي، دقيقة دقيقة عماد دقيقة، هو كي قال لك سياسي مبتدئ، هو كي قال لك سياسي مبتدئ يعني ما تقولش راه سياسي مبتدئ راه موش فاهم حتى حاجة، هو راه سياسي محنك معاك، سياسي ماهوش يهضر معاك واحد من قال صح وقال، عليه، هو يهضر على أساس أنه بالبساطة صح برك صح باه الناس صح تفهم، راك فاهم؟ راه صحيح كاين واحد المبردعين هنا راه ماشي يشوف فيهم يضحكوا سياسي مبتدئ، راك فاهم؟ راك فاهم؟ يعني يشوف ماشي فيهم بزاف مشكلة يضحكوا. صح. ايوه هذه الناس بقى لا يوصلوا انت هذه المبردعين النظرة هذول اي كلمه يفهموها، افهم المغزى يا حمار، افهم افهم خليه اللي راك تضحك، افهم المغزى. خليه يراك، انا خليك علاش من الجماعه البرلين، هذا، خليك روح من كمل. البرلين راه رافد صح. الشهاده شوف تاع الجامعه غادي هذاك اللي رايض. خلينا من ما تلهاش الكومنتير بزاف باش ما يدوخوكش، اسمعني مليح، انا مش لاعب غادي بيه. نقولوا باللي يا سيدي، غادي نقولوا باللي الجيش غادي يحمي الانتخابات، يحميها بالطنك والسلاح والشار والطياره، ماشي مشكل، راح حمال يحميها من الصندوق. التزوير، من ما عندك التزوير برك، من التزوير. ما عندكش حتى مرشح تاعك وباش تربح انتخابات، تربحها شكون اللي غادي يفوطي؟ هما عندهم احزاب، عندهم ليراندي، عندهم انصار تاع بن فليس مثلا في افالان، عندهم بارتو الافافاس الارسيدي، يا وحتى تكون نزيهه وشفافه يغلبوك. هذه ما ما درتلهاش كانش حساب يا منها اخي، ليقاع، ما كانش منها، الله ما حاجه ايوه يصدقك انا. غادي اسمع تشوف اسمع اقعد اسمع كلام كبير، شوف شوف يا عماد، شوف انت شكلك راك، حتى في انت الحراسة راك خاصك سياسي، تخرج شوف من شوف انت الملايين راك هذه انت. سياسي، اسمع اسمع، انت راك كنت مشارك مع الافلان، راك عارف خرايب الافلان وش هي، راك عارف خرايب الافلان، زعما راك تقول لي انت القوة الافلان عنده مثلا كيما راهم كانوا يضخموا فيها 2 ملايين مناضل، 6 ملايين، شنو الملايين؟ راك فاهمني؟ انا حاب نسالك سؤال وجاوبني فيه، اخطيني من السياسه شويه، وش دور المخابرات المغربيه في الداخل الجزائري؟ المخزن، عندك يعني نسال فيك عن المخزن، لا جاوبني. المخزن يخدم مع السواف من بكري، المخزن يخدم مع السواف، هذه حاجه ماشي سكري هذه، المخزن يخدم في الحاجه اللي تخرب الجزائر معاه، مش غير مع الزواج، كاين هذه صوالحها هي كاين يا الزواج. ما بين هذه حاجه باينه. وانت كي احنا راك تقول، هذه اسمع لي، تقول الاحزاب وكذا، صافي الحراك هذا احنا هباء منثوره، صافي راح، قاعد الشعب هذا خرج بالملايين، ونهار الصندوق يرقد، والجيش ما يحميش اللي حماه الملايين في الشوارع، وما يحميش الصناديق، صافي البلاد هذه راه على حساب فكرك انت، راه حل الهاويه من درك، انا راني نشوف فيها هكذا على حساب المنطق ما تاعك، راك على حسب تقول هكذا المنطق كانت تاعي، طريقه غير مباشره. اسمعني اخي، على حسب المنطق تاعي، شاب ماشي معصوم، شاب يغلط، غلط في 88، غلط في 90، وهي رايحه، وراه غادي يعاود يغلط، وغلط غلط في بالطول غلط، 22 ابريل، غلط في 22 ابريل، ما قلناش ما تقول ما تقولنيش حاجه اللي ما قلتهاش اخي، راك شايفني نقول لك باللي غلط في 92، وهذا داتنا ال10 سنين تاع دم وحرب، خاطش الشعب كاع فوت على الفيس، هذه ثاني غلطه، راك شايف لا اللي قد غلط، استعرفوا بالغلطه، غلطه تاعنا باش نقدروا نصححوهم كذا ونعاودوا غلطة، نرجعوا كذا لها. كذا غلطة، على كذا غلطة، ياك الديمقراطية، الأمريكان جاب لهم رئيس مهبول هو راه يحكم، هذه هي الديمقراطية، وانت يجيب جاي لك مانيش عارف شكون على الامريكان ديمقراطيه، ها؟ الامريكان ديمقراطيه ديمقراطية شكلية، يحترموا الأصوات تاع الناس. صح، خلينا من الفيس، احنا اللي يهمنا يهمنا درك عماد، عماد عماد خويا، عماد اسمح خويا، لي احنا يا اسمح لي درك اخويا، اللي راه هامنا الوضع الحالي، ما نرجعوش للتسعينات، اسمح اسمع لي لي زين، اخويا، ما هي هذا التاريخ هو اعطني الحاضر تاع البلاد، اعطني لا جاوبني تقولوا على هذا. السؤال هذا، السؤال هذا راه محير ناس، ما هي المعايير التي خيرت بها لجنة الحوار؟ يا ودي اسمع لي، هذه النقطة ما نفوتش عليها، أنا إنسان اللي يقول لي الأمريكان ديمقراطية، هذه راهي كارثة هذه، على بالك أخي روح باللي كمل الأمريكان، هذا، كمل خليه يجاوب. الأمريكان حكموها 2 فاميليات 40 عام، دير حسابك ما بين عائلة بوش وكلينتون شحال حكموا، جورج بوش الأب عاود، جورج بوش ولده عاود، كانوا يوجدوا ولده الآخر
وكلينتون ابوها اللي يسموه الراجل من بعد كانوا يوجدوا المرتاح. المهم جابوا اسمع اسمع المهم جا على طريق الصندوق ما جاش على طريق الدبابه ياك، هذا راهم يقولوا ديمقراطيه. جاب داها البيس اسمع اسمع وشكون اللي ما قبلش البيس؟ مش الشعب الجزائري ما قبلوش الزوار. ما جاوش على حسب على الصندوق يا اخي، ما تعرفش السياسه ما تعرفش السيستم الامريكاني كيفاش يدور تهضر على السياسه ولا اخي ولا. ترامب شكون فوطى عليه؟ فوطى عليه الشعب الامريكي، فوطوا عليه لي غرون زيليكتور يا اخي، ما يفوطوش كيما حنا هما، ما عندهمش ديمقراطيه كاع اصلا نباتاتا كاع. ما تعرفوش السياسه خويا، ما تقولوش شفتوا على الشعب في السياسه. في امريكا اللي عندهم 380 مليون نسمه ما فوطاش الشعب عليه، ربحوه لي غرون زيليكتور، عندهم ناس يخرجوا من الكونغرس وكاع هادو عندهم دروا يفوطوا خيم الشعب، صوت تاعهم خاوي على تاع الشعب، هادو ما اللي ربحوه. ما تعرفوش حتى السياسه صحيح، ما تقعدوش تشوف المال. هادو هما عماد 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 يرحم عماد عماد. احنا ما يهمناش الامريكان ولا يهمنا تبرويه تاع الامريكان. جاوبني خويا، عندي زوج اسئله، عندي زوج اسئله يلزم نسالهم لك، يلزم نسالهم لك ويلزم تجاوبني فيهم. انا حكيت عليهم هذو الاسئله في زوج، حكيت عليهم وقداش ما خطره، وهيدخل القناه تاعي درك يقولوا لك اسكو سليم حكى عليها ولا ما حكاش. انا راح نسالك هذه الاسئله. السؤال الاول، ما هي المعايير التي خيرت بها لجنه الحوار؟ المعايير اللي خيروا بها الجماعه اللي راهي في لجنه الحوار، معايير تاع صداقه وتليفون. وانا قلت لك من وهران كيقول لك راني في الميدان، مانيش قاعد يتغي احزاب. بارح انا من وهران منا مريح مع واحد، عيطوا له لجنه الحوار سيد خاطئ السياسه كاع، اللي عيطوا له لانه قبايلي من وهران. تحبس هنا احنا راك هنا السؤال الميدان. السؤال السؤال هذا السؤال هذا راني راح نتركه لك يعني تجاوب عليه براحتك، ومانيش راح نجاوبك انا، راك فهمني هذا طبعا. الزواف اللي راك تقول لهم اختاروا الحوار. السؤال الثاني، وعلاش انت يا عماد ما تكلمتش على العصيان المدني مع انه كاين امر يخص الشعب؟ هذه حاجه، وكاين اطراف خارجيه دعت للعصيان المدني الحالي اللي راه يخطط باش يديروه. وانا كي راني نقول لك يا خويا عماد، كي راني نقول لك انا العصيان المدني يخطط، انا على بالي باللي الزواف ما فيهمش الخير، انا على بالي يحبوا يهدموا مؤسسات الدولة بأي طريقة، أنا على بالي ماهمش راضين بالمسيرات السلمية. هذا السؤال راني جاوبتك عليه، جاوبني عليه بكمال باه الناس تشوف. قلت لك دعاو للعصيان المدني في وقت وين الشعب بأغلبيته الساحقة كان مبردع، كانوا كاع في برا في الشارع معاه الزواف. وذاك القيس داروا حملة للعصيان المدني، حملة شرسة، وبداها كريم هذاك يسموها تاع اللي كان في الديار بكري وكان يقتل الشعب، كريم مولاي، بداوها هذيك حمله العصيان المدني وما صدقتلهمش، ما خدمتلهمش، لان الشعب تاعنا خرج ضد عنده صوالح في راسه، ما خرجش لهذا الشكل تاعهم. صح، العصيان المدني اللي دعاوا عليه الخطره اللي فاتت، هما دعاوا عليه مجرد اشخاص كما قالوا وش يقولوا هكذا نفحه برك نفاحي. بصح حاليا الشيء اللي راهم يحكوا عليه العربي زيطوط، امير الصعلوك، كريم يونس، الياس الفرطاس، راك فاهمني واش راني نقصد لك انا؟ هذو الناس كاع ما نحبش نسميهم باسماء، خاطر من اصل حركي، هما عندهم كاع من اصل حركي، هذو من اب عن جد الام كاع حرك عليها، ولدوا نطفه خامجه، جات خرجت نطفه خامجه اللهم يسترنا ضد الوطن، راك فاهمني؟ درك هذو الناس هما اسمح لي بركه، هما مع اطراف داخليه راهم يخطوا للعصيان المدني. واش رايك في القول هذا؟ اسكو حقيقه ولا كذب؟ راني نقول لك سوا تكون في حقيقه ولا كذب، ما يليقش تلهول هذا التشكيل، هذا كاع يبقى اشياء ثانويه. البارتيه الكبيره كاع البارتيه الكبيره راهي تلعب في الرئاسه لها هذيك، ما كاينش حاجه اخرى دروك تسجد لك بالك. كل ما يفعلونه دروك باش يتلفوا لكم رايكم، وتقعد لاهي انت العصيان المدني، الاخر مازال يحكي على الزواف تاع 1800 وهي رايحه. عندنا كاع حياتنا باش نهضروا على السوالح، ماشي مشكل.